بقى الإمام الحسين عليه السلام خلد بماذا؟ خلد بدمائه الزاكية القانية على بوغاء كربلاء. قام يتقلب يوم العاشر من ذلك السهم المثلث الذي ألم به وأنهك قواه، قام يفحص برجليه على بوغاء كربلاء. هذا مو أنا أقول، حميد بن مسلم يقول أنا شفت يوم العاشر يفحص بكلتا رجليه على بوغاء كربلاء. اتمتم بكلمات أبو علي لكن ما فهمنا ويش يقول. أدنوت أذني من ناحية فمه وإذا به ينادي وحق جدي إني عطشان وحق جدي إني ضمان. يقول حميد بن مسلم أنا ما قدرت أشاهد الإمام الحسين بهذه الحالة، ذهبت إلى نهر الفرات، غرفت غرفة في تلك القربة، أردت أن أصل بها إلى جسد الإمام الحسين، شارفت إلى الوصول إليه وإذا به قد اعترضني علي بن طعان المحاربي. وين رايح بالماء؟ قال سأسقي الحسين. قال لو كانت الأرض كلها ماء وكان الحسين وأهل بيته يريدون قطرة منه لما سقيناهم. يقول حميد بن مسلم أنا ما اكترثت بعلي بن طعان المحاربي. يقول ذهبت إلى نهر الفرات، وضعت رجلي في نهر الفرات، يقول وإذا بي أحس الأرض ترجف، والله أحس الأرض ترجف، سماء احمرت، أرض تغيرت، سرحت نظري إلى ناحية المعركة وإذا برأس الحسين على دروة الروم. ساعد الله قلب العقيلة زينب يوم نظرت رأس أخيها على دروة الرمح، ولكأني بها لطمت على صدرها ونادت وحسين وأخي، قالت نكس الروس يا أهل الحماسة، ترى عزنا حسين فوق الرموح، راسه وطاه الشمر بن عالي وداسه. نادت أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. وينك أبو يوسف يا سور الحرم يا حسين؟ لا تجذب الونا بلشت يا عزنا من الحرم تهدأ الرنة. أنا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن شبيدي لازم ديالي يتاماك، لو يقدر السجاد ينهض شان جيناك، خدك نوزده وبالدمع نغسل الطبرة. أبو علي تدري الغربة ضعضع عزوم الرجاجي، وعيني وحيدة وعائلة ومجبل علي ليل، وباشر ضعنا من الصبح من كربلا يجيل، والظل عاري
فلو احنا ضعيفة. قالها قالها بلا تجهيز لازم تتركوني، وباكر تمر بي الضعينة وتنظروني، وانت وخواتك جان ردتوا توصلوني، مجبل عليك الليل جيب الفاطمة، جان يمي تقدري نتجين لبا وتوصلين المشرعة يا مجسد. طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار، ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمرفة. قالت أبو علي ما تقوم؟ قال وكيف أقوم؟ قال أنا سهم بقلبي يا حزينة، يا حزينة ما زعحشا مثلث ولد مكة، انت طلع على من كفار يا اختي تخلوني اموت ولا حدويا، جيبي لي سكنة قبل ما يفرق قلبه. قالت انا اللي ضيعني ابن امي وخلاني غريبة، لا اهل عندي ولا بلد يمي قريبة، وعني ايش دعوة يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب وياها نساوي احيم الضائعات. بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بواديا يا الله. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآل محمد إلا ما فرجت عنا يا الله، إلا ما غيرت سوء حالنا بحسن حالك يا الله، إلا ما فككت أسرانا يا الله. اللهم ارجع غرباءنا سالمين غانمين إلى ديارهم يا رب العالمين. اللهم واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم وغير سوء حالنا بحسن حالك يا الله. السعيد المتوفى جاف الأرض عن جنبي، أصعد بروحه إليك، ثبت له قدم صدق مع إمامه الحسين وأنصار الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين، إلى روحه وروح المرحوم الشاب حياة عبد الله من الحسين العصفور، نهدي لهما ثواب سورة المحترمة الفاتحة. والشكر أيها الأحبة على التعازي لكل من واسانا في الفقيد بالوصول والاتصال والتراسل.
إلى أرواح من فقدناهم على ولاية أمير المؤمنين لا سيما العلماء وشهدائنا الأبرار وخدمة الحسين، نهدي لهم ثواب سورة المحترمة الفاتحة تسبقها.